يقدر عدد المواقع الأثرية بالعراق بنحو 22 ألف موقع أثري، معظمها ما تم تنقيبها وإخراج كنوزها حتى هذه الساعة. التقرير التالي عن آثار العراق، خلونا نشوفها سوا. بلد العواصم بحق، توالت على أرض إقامة العواصم اللي حكمت البلدان المجاورة والبعيدة لقرون طويلة. وور عاصمة دولة تومر، حكمت حتى دولة الكويت الحالية وأجزاء من إيران. بابل عاصمة الإمبراطورية البابلية، وصلت حدودها إلى صحراء سيناء غرباً. أكد عاصمة الإمبراطورية الأكادية، حكمت كل العراق الحالي وأجزاء من سوريا وتركيا الحالية. آشور عاصمة الإمبراطورية الآشورية، حكمت حتى الحدود المصرية السودانية الحالية. كل هذه الإمبراطوريات كانت عواصمها بالعراق. منتهى الأمر لهنانة، فالكوفة عاصمة الدولة الراشدية الرابعة وأيضاً مدينة عراقية، والأنبار عاصمة أبو العباس السفاح، مدينة عراقية حكمت كل الدولة العباسية. وكذلك بغداد عاصمة المنصور التاريخية والأعظم في عصرها وزمانها، عاصمة الدولة اللي حكمت بزمن المنصور من حدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وبقت عاصمة للعراق الحديث حتى بعد سايكس بيكو وإلى يومنا هذا. هذا التراكم التاريخي ترك آلاف المواقع الأثرية وراءه، مئات الآلاف من القطع الأثرية تطمرها أرض العراق، ممكن لو خرجت إلى العالم تتغير الكثير من المفاهيم الإنسانية، وتعطي تفسيرات أدق لطريقة تفكير الإنسان عبر العصور، وتفصح عن أحداث تاريخية ربما ما سمعت عنها البشرية من قبل. الحروب الطويلة والمشاكل والأزمات من قيام الدولة العراقية الحديثة قبل قرن إلى اليوم منعت العراق من التفرغ للتنقيب عن آثاره. فكل ما هو معلوم هو أن هناك 22 ألف موقع أثري مطمور بالعراق. الفضول يعتري كل عراقي للتعرف على هذه الآثار المنسية، لكن للأسف النهب والتهريب هو الحدث الوحيد اللي يحصل بمعظم هاي المواقع.